another PEP اللي هو بريكسبيبرازول. بريكسبيبرازول PEP اري بيبرازول وبريكسبيبرازول. بريكسبيبرازول برضو قريب من الاري بيبرازول من عدة نواحي. ونجد انه البريكسبيبرازول اخو الاري بيبرازول نوعا ما، يعني مشابه له بشكل كبير، فهو بارشال اغونست على الدي 2 انتاغونست على 5HT2A سيروتونين 2A وبارشال اغونست على سيروتونين 1A. حتى الاثار الموجوده على 2B والسيروتونين 7 وحتى الاثر على الالفا 1 بشكل او باخر هو مقارب للاري بيبرازول، ولذلك تجد قليل الاشياء اللي بتسوي سيديشن، ماشي الالفا 1 موجود، الهستامين موجود على اخر الليسته، يعني خاصه لما نحكي طبعا قد تجد في بعض الادويه انه الاتش كان برضو 2 بلس زي هيك ولكن بيعمل سيديشن الدواء، بس بيكون الدي قليل كثير. احنا لانه الافينيتي للريسبتر معين والبوتنسي على هذا الريسبتر مقارنه بدي 2 مهم جدا، بعدها وقربها عن الدي 2، فهي معناها فعلا قليل، لانه احنا بنشتغل الشغل الاثر العلاجي على جرعه قبل ما نشتغل على الهستامين، فعشان هيك ما بينعس، مش لانه ما بيشتغل ابدا على الهستامين، بس لانه بيكون الجرعه القليله اللي بتاثر على الدي 2 وعلى الاشياء اللي بدنا اياها ال 5HT2A و 5HT1A وهكذا، بتكون اشتغلت شغلها قبل ما نوصل لانه نعمل بلوكج يؤثر فعلا على الهستامين. هذا اللي بيصير، فمهم جدا نعرف ان المقارنه والبعد عن الدي 2 مهم جدا. طيب بس طبعا في الفا 1 اثر على الفا 1، فهي ممكن تفسر لنا الاورتوستاتيك هايبوتنشن. بالمناسبه البريكسبيبرازول يعتبر من الادويه اللي لساتها جديده، فكثير من نحتاج اكثر دراسات مشان نعرف بالضبط الكلينيكال سيجنيفيكانس والسايد افكتس على ارض الواقع يعني. طيب خلينا نمشي.